مرحبا، أنا كفاية خضر. حبيت اليوم أشارككم بتجربتي مع مشروع ريز في انضمامي للفريق البحثي وكيف انضميت لإلهم. بالبداية طبعاً أنا سابقاً كنت أشتغل مع منظمات في مجال العمل مع اللاجئين، كنت أشرف على لجان دعم مجتمعية موجودة في محافظات الشمال ومحافظات الوسط. من خلال هاي اللجان كنا نعمل أنشطة مختلفة، ترفيهية واقتصادية واجتماعية وصحية قانونية حسب احتياجات اللاجئين. طبعا كانت اللجان المجتمعية بتضم أعداد من اللاجئين على اختلاف جنسياتهم وعدد من أعضاء المجتمع المحلي. كان في تواصل مستمر معهم، كان في لقاءات مع اللاجئين. في المشاريع السابقة كان هدفنا إنه نوصل لأكبر عدد ممكن، هذا كان هدف أساسي، إنه الخدمة اللي بتتقدم من المنظمات توصل لأكبر شريحة من اللاجئين الموجودين في البلد. تواصلوا معي القائمين على عمل مشروع ريزد لأنضم للفريق البحثي. رحبت أنا بالفكرة صراحة، قلت خبراتي اللي موجودة عندي بنقلها لإلهم، بشاركهم بهاي الخبرات وكمان بستفيد من الخبرات بقية أعضاء الفريق. الفريق البحثي كان بضم عدد من الأكاديميين وأعضاء المؤسسات، الهيئات، الجمعيات. بصراحة كان فريق يعني متنوع وشامل لكافة الخبرات، وفرصة كانت لإلي إني أكون أحد أعضاء هذا الفريق لأنقل الخبرات اللي موجودة عندي. خبراتي كانت عديدة وطويلة بالميدان، اشتغلت لسنوات طويلة بالتواصل مع المجتمعات المحلية بتحديد احتياجات أو بالإشراف على مشاريع تنموية أو اقتصادية. بالإضافة كنا نستهدف فئات عمرية مختلفة، نستهدف شرائح من المجتمع المحلي أو مع اللاجئين، إن كانوا ذوي إعاقة أو شباب، صبايا، سيدات، كبار سن، فكافة الفئات اشتغلنا معاهم. فقلنا ننقل هاي الخبرات ونشاركها للمشروع في ريز ونستفيد كمان إحنا من خبراتهم. بخلال الانضمام لما انضميت لإلهم بدينا بلقاءات، يمكن بالبداية كانت اللي هي بداية كورونا، شوي ما كانت اجتماعاتنا كلياتها وجاهية، بعض الاجتماعات واللقاءات كانت وجاهية والبعض الآخر كنا نعملها على الزوم لنلتقي مع بعض، نتعرف على بعض، على الفريق البحثي، نشارك خبراتنا المختلفة مع اللاجئين، نستفيد من خبرات بعض، نعرف تفاصيل المشروع وأهداف المشروع، الاستراتيجية اللي بيشتغل عليها والمنهجية اللي بيشتغل عليها، الآلية اللي عم بيشتغل عليها المشروع. وبصراحة هذا الشيء أعطاني قوة، أعطاني تميز لما بلشنا ننزل على الميدان ونلتقي مع اللاجئين. قبل كان هدفنا أنه إحنا نوصل ل زي ما قلت لكم للعدد الأكبر، هلأ صرنا نميز أنه بدنا الناس الأحوج أو الناس الأضعف، وهي هذا كان الهدف الأساسي من مشروع ريز اللي هو تطوير استراتيجيات بالعمل مع اللاجئين والاهتمام والشمول للناس الأحوج. فعلا هذا الشيء أواني، أعطاني ميزة إني نشوف مين الشخص اللي بحاجة للخدمة على أساس إن وجهه لوين يقدر ياخد هاي الخدمة. يعني في ناس مثلا بدهم اي مثلا دوره او تدريب او جلسه توعويه عن الصحه، فممكن انه يكون توجه لهذا المجال. في ناس مثلا بده شيء قانوني، في ناس بهمها تعرف عن المشاريع، في ناس بهمها تعرف عن الحياه الاجتماعيه، الدعم النفسي. فصار هذا التميز اللي موجود عندي وانعكس صراحة إيجابيا على المهنية اللي عندي، إنه نقدر بالتواصل من خلال التواصل مع اللاجئين إنه نميز الناس الأحوج لهاي الخدمة.
هلا هاي الخبرات اللي عم نستفيد منها من خلال لقاءاتنا. طبعا ما بنسى انه خلال فترة تواجدنا بالمشروع تم تدريبنا على عدد من المواضيع المختلفة، وبصراحة هاي أثمرت وأثرت خبراتنا كمان. هذا الشيء أو التجربة اللي أنا اكتسبتها والمهارات اللي أنا اكتسبتها من هذا المشروع رح لازم أنقلها أكيد لبقية أنشطة المشروع. رح يكون في عنا تدريبات في المرحلة القادمة، هاي التدريبات اللي رح تنعمل صار في عنا تصور كامل إنه اللي بده يحضر أي تدريب الأحوج لهذا التدريب، أو الشخص الأضعف يعني هو اللي بده هذا التدريب. فهذا الشيء المميز اللي قدرنا نستفيد منه بالمشروع. وأنا بصراحة كل خبرة اكتسبتها خلال تواجدي معهم بالإضافة للخبرات السابقة رح ننقلها لبقية الأنشطة لمشروع ريست. ويعطيكم العافية وشكراً لكم.